يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس خريفي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم العربية والعالمية.